السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم قراءتي للصف الأول ابتدائي، وصلنا إلى موضوع مالك سماك. في هذا الدرس راح نتعرف على حرف الجديد وهو حرف الكاف. مثل ما تلاحظون هذا الحرف باللون الأحمر، حرف الكاف يكون في نهاية الكلمة، حرف الكاف في نهاية الكلمة. طريقة كتابة حرف الكاف يكون في آخر الكلمة في هذا الشكل. هذا هو حرف الك الذي يقع في آخر الكلمة، ك. هسه نشكل مقاطع حرف الك مع الحركات القصيرة، ك وفتحة ك ك ك ك وضمة كو 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 ك وكسرة كي كي كي. وعندنا الك مع تنوين الضم كن كن كن، ومع تنوين الكسر كين كين كين. صار واضح؟ هذه المقاطع حرف الك مع الحركات القصيرة. هسا نقرأ المقاطع، ك ك كو كو كي كي كن كن كين كين، ك كو كي كن كين كن كين. هنا عندنا كن مع تنوين الضم وكين مع تنوين الكسر، ك كو كي كن كين. هذه المقاطع نقراها دفعة واحدة. هسه نقرأ الدرس وبعدين نحلل الكلمات. مالك سماك، عندنا هذا الشخص اسمه مالك، يصيد ويبيع السمك. مثل ما تلاحظون عنده شباك يصطاد به السمك، وكذلك هنا يبيع السمك. مالك سماك، مالك سماك، مالك سماك يبيع السمك. عند مالك زورق وشباك، عند مالك سمك، السمك لذيذ. هسه نجي نحلل الكلمات. مالك هنا متكونة من ثلاثة مقاطع، المقطع ما والمقطع لي والمقطع كون. ما لي كن، مالك مالك، ما لي مالي كن مالك. هاي هنا أنا قطعت الكلمات إلى مقاطع، كل مقطع لون. المقطع الأول ما ما، المقطع الثاني لي ما لي، المقطع الثالث كن، ما لي كن مالك مالك، ما لي مالي كن مالك. سماكن سماكن، هنا تلاحظون شدة على حرف الميم، معناها انه هذا الحرف مكرر مرتين، مكرر مرتين. يعني هنا عندنا المقاطع هي سم ما سم ما، لان هذه الحرف الميم مكرر مرتين، سم ما. فهنا راح نطبقها مقطع كامل، سما سما كن سما كن سما كن سما كن سما كن. تلاحظون انه حرف الميم لفظتها مرتين، سما كن سما كن. نكمل قراءة الدرس. ما لي ما لي كن مالك، ما لي كن مالك. سما كن سما سما، يعني هنا هذه الحرف الميم مشدد يعني مكرر مرتين، فهنا راح نقول مقطع كامل، سما 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 سماكن سماكن مالك سماكن. يبيع متكونة من ثلاثة مقاطع، ي بي يبيع يبيع ي بي عو يبيع ي بي عو يبيع. يبيع السمكة يبيع السمكة، هنا تلاحظون
انه ما يصير نتوقف، لان هنا عندنا همزة وصل، همزة وصل هنا ما نتوقف. واللام هذه اللام شمسية، لان الحرف هنا بعدها حرف مشدد، يعني هذه اللام مثل اللفظ. يبيع السمكة، يبيع السمكة، سمكة، يبيع السمكة. صار واضح؟ عنده، عنده، المقطع عن، عن، د، عن، د، عنده مالك، مالك، هنا المقاطع ما، لي، كن، ما، لي، كن، هذه مالك تختلف عن مالك، مالك هنا عندنا المقطع كن، مالك المقطع كن، ما، لي، كن، مالك، مالك، عنده مالك، زورة، زورق، زورق، زورة، زورق، 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 متكونة من ثلاثة مقاطع، مقطع زو، زو، ر، والمقطع ر، والمقطع قن، زو، ر، قن، زورق، زورق. و، و، المقطع و، و، شباك، 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 شبا، شباك، شباك، متكونة من ثلاثة مقاطع، شبا، شباك، 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 شباك. عنده، 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 عنده مالك، 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 عنده مالك، سمك، سمك، س، م، كن، سمك، ثلاثة مقاطع، المقطع س، والمقطع م، والمقطع كن، س، م، كن، سمك، عند مالك سمك. السمك، السمك، هنا تلاحظون اللام لام شمسية، لأن الحرف اللي بعدها حرف مشدد، فهذه اللام مثل اللفظ. السمك، 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 لذيذ، لذي، لذيذ، 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 متكونة من ثلاث مقاطع، المقطع ل، والمقطع ذي، والمقطع ذن، ل، ذي، ذن، لذي، لذيذ، لذيذ. نعيد قراءة الدرس. مالي، ماليكن، مالكن، سما، سماكن، سماكن، مالي، ماليكن، مالكن، سماكن، سماكن، يبي، يبيع، يبيع السمكة، سمكة، يبيع السمكة، عنده، عنده، مالي، مالك، مالك، زورة، زورق، زورق، و، شبا، شباك، شباك، عنده، عنده، مالي، مالك، مالك، سما، سماك، سمك، الس، السما، السماك، السمك، السمك، لذيذ، لذيذ. نعيد قراءة الدرس بصورة سريعة. مالك، سماك، مالك، سماك، يبيع السمكة، عنده مالك، زورق، وشباك، عنده مالك، سمك، السمك لذيذ. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.